السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ اليوم هذا الفيديو ذاك ما كملته لكم، قلت لكم راح اطلع الملابس الشتويه واسوي لكم اياه فيديو على صفحه يعني واحده. يعني انت ذاك الفيديو ليس عندكم طويل مال الفرش الشتويه. هنا انا هذا الجناط عندي راح افتحهن الملابس الشتويه، وعندي هنا الفرش اريد اشوف لهن، يعني اريد ارتبهن بمكان. عندي الشقه نظيفه ما شاء الله، بس شنو راح ارتب؟ عندي غرفه عبد الله، مو قلت لكم هاي الفرشه اللي فرشتها هاي ما صارت لين كبيره، فعقبتها هيك يعني بهذا الشكل. وعندي راح اشيلها وراح ارجع الكربايه، العفو الفرشه مالته الزوليه يعني، وراح افتح عندي هذه الجنطه هم بيها عندي ملابس شتويه، وراح ارتب هذا الرف راح احطه بالزاويه واسوي ترتيبات. فقلت اشارك يومي وياكم، اطلع الملابس الصيفيه واضم الملابس، اضم الملابس ايه الصيفيه واطلع ملابس شتويه. خطط عندي هنا انا على مود ارتب. ها هلو، ومثل ما تشوفون الشقه ما بس كمل اكلك مطي رقم 11 و12 13 14 15 غيوتي، وهسه راح يقعد يكتب هنا الشاطر. بس ينشق بس ينشق الدفتر. هاي 11 و12 لا 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 اسمهم بعدين بعدين افتح لك اياها شوفها. لا اصور ما اقدر. هاي هاي ال 15 وال 13 يا بلي اشوفكم. هويت على ال 13 انا انا بين هاي الورقتين، خلنا نفتحها. افتحها افتحها اي عافيه. بعد 13 ولا 14 هسه راح يقعد جاي على مود يكتبين، وعنده بعد واجبات غيوث الشاطر الثاني اي، وانجليزي مطي حرف الايض. وهنا انا راح ارتب بالبيت، وهذا ما شافتكم يوم طبعا البيت مال الطير. هنا انا هذا ال شو اسمه تلبيسه جاب لي اياها محمد، لان كل صوجني التلبيسه مال تهديج يعني شفت اطلع اللاقه. اي بطل بطل حلو غيوتي وسبع، بقت بس عندي الغرفة يعني مفروشة اريد افرشها، وارد اشيل الهوسة اللي عندي واصفط هدوم الشتوية على مود اخلص. والشقة عندي نظيفة وجاهزة والحمد لله والشكر اخلص. وغيوتي جاي اكل شوربة حب شوية شوربة الحمد لله، عمدي خلص الدروس مالتي اكمل الملابس الشتوية. وهنا أنا بعد ما طلعت الهدوم طبعا ما عزلتهن يعني ما صفطتهن، طلعنا نسوق جبنا لحم، جبت لي يعني أنا بدي أسوي كباب عروق. عندي هنا هسه أكلنا وأرد أغسل عندي المواعين. عندي هذا الدجاج طبعا قبل كم يوم احنا جبنا، بس شنو مبقيته انا بالصينيه مالته بالفريز، وهسه طلعته اريد افرغه بالعلاقه واحطه بالمجمده. عندي هذا المسواق استوقنا واريد اعزله، اعزل المطبخ يعني والاشياء اللي بيه. جبنا صمون وجاي اسوي تمن شلون مال الكبسه اليوسف لين مشتهيه، سويته تطبيق بس بعده ما مستوي، وأعزل بعد أنا مود أرجع عندي للهدوم أرتبهن وأرتب غرفة عبد الله. أنا غسلت عندي المواعين كلها، عزلت اللحم والدجاج كلها خديتهن بالمجمدة، طبعا عزلت عندي الكاونتر ومسحته. وهنا عندنا هذا البيت طبعا ما حطيته بالثلاجة لأن ما خاله خطي ونسيتها يمنا، مسحت عندي اللوندري وعزلته وكملت، تبقالي بس تصفية الهدوم بعد ان شاء الله هم اشاركها وياكم. انا عندي جاي ارتب غرفة عبودي، طلعت كل الهدوم قسم بغرفة يوسف او قسم بغرفة عبودي. هنا انا بديت اضم الهدوم الصيفية عندي، وجاي اطلع بعدني بالهدوم. صفطت عندي خانة غيوثي، بس بعد هذه الخانات جاي اطلع منها الهدوم الصيفية على مود اخلي الهدوم الشتوية مالتهم.
وانظف، يعني مو انظف العفو، يعني احط الملابس مال المدرسه مالتهم على صفحه، البناطير القمصان مالتهم راح اعلق القماص الهم مالتهم وارتبهن ان شاء الله. وجاي حبيت اشارك يعني التعزيل وياكم. مثل ما تشوفون غرفه غيو عبودي يوسف، هم هنا ملابسي، ملابس محمد، هذول كلهم طبعا برا. انا لين ما عندي مكان جاي اضطر اخليهن بالهذا، يعني بالهذه الجنط. انا لو عندي مكان طبعا بالبيت غرفتي كلش كبيره، والكنتور مال الغرفه عندي كلش كبير، وخانات كلش كبيره، يعني قد ما تحطون بيه يعني يكفي. بعدي هذه الغرفة مثل ما شوفتكم ياها رفيعة، البيبان مالته وما تكفي، يعني اخلي الملابس الصيفية وملابس الشتوية، وانا عندي هم نواع مخلية بيها فما تكفي. وانا غسلت قسم للهدوم العفو الشراتب والفرشات هنا، وهم شريتهم. وعندي هسه هم راح اغسل وجبة، ارجع على غرفة عبودي اخلص اطلع هدوم الصيفيه واصفطهم. ان انا على مشن عندي اشيل هذه السوليه واخليها السوليه مالته. ان انا ورا ما شلت الفرش عندي بس بغرفه عبودي، طبعا انا غدا ما مسويه، فقلت راح اعوق الشغل اجي اسوي الغدا، بس سويت هنا أنا طلعت عندي دجاج ترمت فوقه بصل وبوتيته، راح اسوي كبس يعني بالبوتيته والبصل وشويه واحط لهم البهارات، طبعا يصير كلش طيب. هذه الطريقه واسويهم تمن. البهارات اللي راح اخليها فلفل اسود دايمًا جوزي وبرياني وثوم وكاري وكركم شويه، وطبعا شيء اكيد الملح، اخلي كله فوقهم واجانسهم واخليهم يسوون على راحتهم. هنا طبعا خليت له سماتهم وياهم شويه على مود يصير طيب وحامض، وهسه راح اغلفهم واخليهم يستوون على البخار. وحقد هذه راح احط له نص كلاص مي او نص كوب، يعني شيء قليل. هنا الدجاج صار عندنا بهذا الشكل وتمن، وهسه عندي جاي اصب على مود نضغطه، خليت شويه بي يعني شويه مي صلصه. سويت بصل طماطم ومحامض وطلعت الطرشي، وهنا أنا صبيت طبعا نقاط صارت جوا، طبعا ريحته كلش طيبة. وهذا التمن، وهسه راح نتغدى طبعا بس أنا ومحمد وغيوتي، لأن الأولاد بعدهم مرادة، وهسه أتغدى على مود عندي أروح أكمل التنظيف مالتي. أنا غرفة عبودي رجعت له الزولية مالته، فراشتها خليت العارضة، خليت الرفوف عندي بالزاوية. طبعا هاي الشغلات حماتي سويتها كلش حلوات، بس بعد ابدا اشوف المكان باع مشلوعة، وهاي لحمتها بالاميري بس كاسرينها، شوفوا الجمال هاي البنية، كان شعرها كلش طويل، صاريت اسويهن بالاميري واشوف المكان. بدي احط هنا الرفوف هذه، بس هنا صارت عندي اعلى من الشربايه مال عبودي. رتبت الكنتور، خانات مالتهم كلها رتبتها، كلها صفطتها. هنا أنا حطيت الخاوليات قسم يعني من الخاوليات، وكلها رتبت الكنتور وصفطته. هنا عندي هذه الخانة رتبتها وخليت القماص مالتهم هنا، وقسم من الفرش هنا، وخلاص رتبت غرفة عبودي. بعد بس اشيل عندي الزولية او اشيل عندي هذا الدوشك وارتب غرفة يوسف واكنسه. هنا حاضرة عندي المكنسة على مود اكنس، مسحت عندي الاخشاب ويوسف قاعد يقرا. عندهم لا الباكر لازم اكراها، يلا عافية سبع نور اكراها. وهنا المطبخ اكراها، غرفتنا هسه ماما اكراها بعدني ما معدلتها، لان عندي هاي الشغلات اريد احطهن جوا الشرباية.